الرستان 22/8/2012 معاناة أهالي مدينة الرستان خارج مدينة الرستان بالسكن ضمن الخيام. السلام عليكم. السلام. شو جايكم هون بهالمنطقة هيك لحالكم؟ والله طفشنا من الضياع من القصف والعرض لحقنا لهوني. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا مي لا دواء لا أكل على السواء، عم ناكل الخضرة نشفت من قلة المي، يعني كهرباء ما في كهرباء نسقي الخضرة تبعنا. شو الوضع هون عندكم؟ يعني أنت متوفر عندكم شيء؟ والله ما في عندنا شيء خالص، شو بدنا نحكي لا نحكي، الله لا يوفقه، الله لا يوفقه، دمرنا تدمير. طفشنا برات الرسن ولحقنا لهون، شو بدنا نعمل يعني؟ لا حول ولا قوة، ليش شايفه مو لابس؟ شو صاير معه؟ ما هدوم ما دم هدوم لا قذف. طفشنا برات هيك لا شحاط لا ثياب لا شيء، طفشنا من القصف وعيد ما عيدنا اكل، ما سوينا مثل خلق العالم. الصغار مدري شو عم زتوا علينا من الطيارات، الصغير مريض مسهل مدري شو به. ايوه هذا اللي بحضنه. ايه والله لا حول ما في حالات اسعاف. طيب شو في مش ميداني لا في شيء، شلون عم تقدروا هون تقعدوا بالبيت هيك بيت شعر هذا يعني؟ طيب ما متوفر شيء من امور الحياه المعيشه؟